كابتن علاء، الف مبروك، فوز مستحق. رايك في الاداء والنتيجه؟ الله يبارك فيك يا ايمن. النتيجه طبعا يعني ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. اداء الشوط الاول، ان الاهلي خلص مباراه في الشوط الاول 3-0، واداء حلو جدا، مقنع جدا، وكان ممكن النتيجه تزيد، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه. الشوط الثاني حصل حاجات ممكن في كره القدم طبيعيه ايمن. ممكن المجهود انت عملته في الشوط الاول ممكن تعب في الشوط الثاني، دي حاله. الحاله الثانيه انت غالب 3-0 نتيجه الى حد كبير، اللعيب المصري بيبقى بينزل هادي شويه غصب عنك، بتهدى. ده اللي حصل الشوط الثاني. سبت يعني اللي حصل الشوط الثاني ده كله حاجه واحده بس انت عملتها، سلمت نص ملعبك لإنبي. صح، بس بقى تواجد لعيبه إنبي في نص ملعب الاهلي بقى كتير قوي، وبقى اللعيبه كلها حتى الاستلام فاضي، مفيش اي مشكله، الضغط قل جدا. هو ده اللي حصل الشوط الثاني. مستر موسيماني ادرك الموضوع ده الشوط الثاني، بس ممكن نص الشوط الثاني واخر ربع الشوط الثاني لحق شويه بالتغييرات، بدا في توازن ثاني، ضيعت فرص، مع انك يعني ادائك الشوط الثاني مش زي الاول خالص، ومع ذلك انت ضيع فرص، يعني ضيع انفرادات كتير قوي، في واحده لطارق، في واحده لمحمد مجدي، وفي واحده لصلاح محسن، ثلاثه وانفرادات على فكره، مش فرص اللي هي شبه فرصه، لا دي ثلاث فرص يعني اهداف. لكن في مجمل المباراه مجهود ممتاز لعيبه النادي الاهلي، كل يومين مباراه دي حاجه مش سهله طبعا، خصوصا بعد المباراه السابقه انت خسران 3 نقاط، النهارده انت نازل مش عايز اقول مضغوط، بس لو انت متضايق انك خسرت ماتش كويس الحمد لله النهارده، فريق مش سهل، فريق انبي قدرت تخلص المباراه في الشوط الاول، الف مبروك لعيبه النادي الاهلي، والحمد لله الحاجه مطمئنه النهارده ان اصابات، حتى مفيش اصابات في المباراه، الحمد لله. انت الوقت بتحتاج ايمن قبل تقول الحمد لله كسبت، مش عايز اصابات، هو ده اللي اتمناه. الحمد لله النهارده مباراه يعني مقنعه جدا لعيبه النادي الاهلي، مبروك على الـ3 اهداف، وان شاء الله القادم احسن يا رب باذن الله.